أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن ما شهده جسر الملك فهد خلال المرحلة السابقة من أعداد كبيرة من المسافرين يؤكد عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. تشاهد جسر الملك فهد خلال السنوات القليلة الماضية حركة دائمة بين المملكتين وزيادة كبيرة في أعداد المسافرين بتعاون وجهد جميع الإدارات العاملة، حيث تم تسجيل زيادة سنوية لا تقل عن 7% خلال 16 سنة الماضية، حتى تم تحقيق خلال عام 2019 أكثر من 37 رقم قياسي. كما سجلت الإحصائيات للعام 2019 8 شهور الأولى من عام 2019 زيادة بحوالي 7% مقارنة بنفس الفترة السابقة من عام 2018، وهذا يدل على العلاقة المتينة التي تربط بين شعوب المملكتين الشقيقتين. بالإضافة إلى ما شاهده جسر الملك فهد من حركة متصاعدة في أعداد المسافرين، فأنه يعتبر شريان اقتصادي مهم يربط بين المملكتين الشقيقتين. كما أحب أن أنوه إلى أن هناك جهود بذلت كثيرة لتسهيل حركة المسافرين وأيضا حركة البضائع بين المملكتين الشقيقتين، ولازالت المؤسسة العامة جسر الملك فهد إضافة إلى جميع الجهات العاملة بالجسر تقوم بعمل الكثير من الجهود لتطوير هذا المنفذ الحيوي الذي يربط بين المملكتين الشقيقتين. أما فيما يخص استعدادات المؤسسة العامة جسر الملك فهد في هذه المناسبة العزيزة، فإنها بدأت من يوم الخميس الماضي، حيث كان هناك العديد من الفعاليات باستقبال المسافرين في كلا الاتجاهين. كما أيضا ساهمت الجهات البحرينية بتقديم بعض الفعاليات باستقبال المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية.